بكم وأينما كنتم أحييكم من العربية. أنا منتهى الرمحي وهذا البعد الآخر. قبل البدء تحدثت في أكثر من مناسبة بقول فصيح ساعية لأن ترفع الضرر عن أهل غزة وأن تقول لرأي العام الدولي إن الفلسطينيين بشر كباقي البشر وشعب كباقي الشعوب، يستحق أن تكون له دولته المستقلة وأن يعيش بأمان وسلام. نجحت في مقابلاتها في جذب تعاطف واهتمام أعداد كبيرة من المتابعين. تلك هي الملكة رانيا العبدالله بمنطقها القائم على العقلانية والهدوء في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة طبعاً وفق القوانين الدولية. In the beginning of this war, you were outspoken about the humanitarian concerns very early on, and you are the queen of Jordan, but you're also Palestinian. Right. You argued people need to understand that Palestinian mothers love their children just as much as Israeli mothers. Why do you feel like that needed to be said? Well, because, you know, for decades, the dehumanization of Palestinians has been an intentional approach that Israel adopted in order to numb people to Palestinian suffering. And so when you reduce people to a violent people who are different to us, so they're not moral like us, so therefore it's okay to inflict pain and suffering on them because they don't feel it the same way we do. It allows people to do bad things. That's the mental loophole of dehumanization. الملكة رانيا خاطبت الجمهور الغربي الذي لا يشاركنا القواسم التاريخية والجغرافية والدينية، خاطبتهم باللغة والطريقة التي يفهمونها لتحقيق الاستفادة المرجوة من المساحات التي تفرد لها في الإعلام الغربي. الملكة رانيا تتعرض الآن لحملة تخوين على منصات التواصل الاجتماعي، هذه الحملات إما مغرضة أو ظالمة، وهي بالتأكيد تفتقر للمبررات ولا تستند إلى الحقائق. من يتفحص المشهد سيجد أن الاستهداف لا يقف عند شخص الملكة رانيا الذي له كل التقدير والاحترام، بل يتعداه ليكون تصويباً مقصوداً تجاه المملكة الأردنية الهاشمية للتأثير المباشر على الساحة السياسية والاجتماعية في هذا البلد. To see Hamas as representing Palestinian people, you're saying, is wrong. Absolutely wrong. And also just to point out that most of the people alive in Gaza today were not alive when Hamas was elected. They were either they were not born or they were children at the time. So absolutely Hamas does not represent the majority of Palestinians. And if Palestinians hate Israelis, it is not because of their religion or their identity, it's because of the fact that they've only interacted with them as enforcers of a military state. استهداف الملكة رانيا مثال على أن المشروع كبير والأهداف المستتيرة عديدة، وما قالته الملكة يعبر عن ضمير ملايين العرب والمسلمين والفلسطينيين المؤمنين بالسلام والعيش بأمان. فما هي الأهداف؟ وهل سينجح ذلك المشروع؟ وكيف يمكن أن يكون هنالك وعي عربي يحول دون أن تنطلي الأكاذيب واجتزاء الخطابات والكلمات على الرأي العام؟ ومن هي الجهات الأكثر استفادة من هذا المناخ السلبي الذي يراد منه خلق فوضى جديدة وموجات لا تنتهي من الاضطرابات؟ الإجابات متروكة لكم. وملفنا الأول في البعد الآخر، الكويت التي شهدت أمس حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور. أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر تحدث عن وقفة للمراجعة وكذلك عن فساد ضرب بعض المؤسسات وسلوكيات تخالف الحقائق الدستورية. وزير الإعلام الأسبق والمحلل السياسي سامر مصطفى معي من الكويت حتى يجيبنا عن أسئلتنا عن الدوافع والنتائج لهذا القرار. أهلا بك معنا أستاذ سامي. أهلا أخت منتهى، أهلا وسهلا وسعيدة أن أكون معكم. أهلا بك. شو صار؟ يعني شهر واحد على انتخاب مجلس الأمة، يحل البرلمان بهذه الطريقة ونستمع إلى ما استمعنا إليه من خطاب الأمير. لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر،
متناسيين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه، بل وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها. حتى أن هذه الحدود وصلت إلى التدخل في اختيار ولي العهد بحسب ما قال الأمير، شو اللي صار؟ يعني الكثير أخت منتهى. بالأول طبعا إشكالية الديمقراطية لا تقتصر على الكويت، يعني التجربة الديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط رأينا إخفاقاتها كثيرة في لبنان، في فلسطين، بالعراق، في ليبيا، في السودان، في تونس وغيرها من دول، وبالتالي لدينا معضلة ثقافية حقيقية. الآن بالنسبة للكويت، كان هناك مجلس وحل بسبب تعدي مباشر على سمو الأمير، لأنه جرت العادة عبر 6 عقود أن يوجه خطاب النواب للخطاب الأميري اللي يلقيه رئيس مجلس الوزراء، ولا يتحدث أحد عن النطق السامي، يعني تم التصويب مباشرة على النطق السامي وعلى سمو الأمير، فحل المجلس وانتخب مجلس جديد كان في 4-4، يعني قبل شهر من الزمان. وأذكر قبل دقائق البعض عرض لقاء لي كان في 6-4 بعد يومين، تحدثت فيه، والآن هو موجود على الأكس، اقتطعه وموجود، يعني تحدثت فيه وخاطبت النواب، قلت لهم بيدكم لا بيد غيركم، أنتم من يستطيع إبقاء المجلس اللي هو الآن حل، بإمكانكم أن تنقلوا، يعني تقفزوا باللعبة السياسية إلى ما هو أفضل، وبإمكانكم العكس من ذلك يعني تماما. وكانت البداية حتى غير مشجعة، لأن بعض النواب دعا آخرين وسمى الاجتماع باجتماع الشرفاء، وكأن الآخرين غير شرفاء. وجهت النصح لهم وقلت والله أنتم بيدكم إما بقاء المجلس أو حل المجلس حل دستوري، أو حتى أن يحل المجلس حل غير دستوري، اللي هو كمان أمر أتى في خطاب سمو الأمير مبكرا عندما كان وليا للعهد، وقال يعني لا تدفعون دفعا إلى هذا المسار. الآن اللي حصل بخلال المدة العكس من ذلك تماما، يعني تم التدخل في قضية ولاية العهد، أنه والله للأمير أن يختار بس نحن من يقرر. تم التدخل بقضية رئاسة الوزراء، تم التدخل بقضية الوزراء، وكلها صلاحيات مطلقة حسب الدستور لسمو الأمير. بل يعني تم خلق لربما شيء جديد اسمه الخارطة التشريعية. تعلمي أخت منتهى أن في كل الديمقراطيات في فصل بين السلطات، صحيح. الحكومة هي من يقود المشهد، هي من يقود العمل، والمجلس يراقب ويشرع. ما حدث أنه فرضت ما سمي بالخارطة التشريعية، أي أن يجتمع المجلس للمعارضة أغلبية مطلقة ويفرض على الحكومة الأجندة التي يريدها. هذه قضية غير مسبوقة، بالتالي يعني تكررت تعديات، تكررت عملية. بس أستاذ سامي أنا معك، لكن هذا ليس البرلمان ليس البرلمان الأول أو البرلمان الوحيد الذي يصطدم بالحكومة، وأحيانا قيل إنه البرلمان بيصطدم حتى أن بيستخدم بنود الدستور في صالحه من أجل أنه يضرب حتى بأي تقدم نحو الأمام بالنسبة للكويت. بس يمكن يكون أول برلمان حل بهذه السرعة في 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 الكويت، أقل من شهر، يعني ما أعطي فرصة. يعني بالعكس الفرصة أعطيت بشكل يعني كبير ومطلق، لأنه حل البرلمان السابق بسبب التعدي على سمو الأمير. أيوة. الحصافة تقتضي أن هذه المرة لا تقترب من صلاحيات سمو الأمير اللي أعطاها له الدستور عندما تقوم بهذا العمل، وسبق أنه كان هناك نصح وإرشاد بل حتى وتهديد. أنا أعتقد المسؤول تماما كما ذكرت باللقاء قبل شهر هو النواب الذين رجعوا لنفس المسار، والأمر كما قال سمو الأمير إما جهلا أو عمدا. إذا قلنا جهلا
فهذه مصيبة، لأنه أنا سبق تكلمنا عن أن النائب في الكويت ولربما بدول عربية أخرى يأتي من بيته أو من ديوانه أو من مكتبه دون إعداد، ما عندنا orientation، ما عندنا تأهيل كالحال بالكونغرس الأمريكي والبرلمانات المتقدمة. هذا إذا كان الأمر جهلا، هذا برجعني الأمر عمدا، معناته أن هناك هاي قصة أخرى بنحكي فيها. هذا برجعني لجوابك على سؤالي الأول أستاذ سامي، لما حكيت أنه البرلمانات أو الحياة الديمقراطية في الدول العربية اللي أشرت لها في المقدمة يعني أثبتت حتى الآن عدم نجاعتها، هذا الكلام بيخوف، يعني أنه إحنا لا تليق بنا الديمقراطية بهذا المفهوم، برلمان وحكومة وناس تروح على الشارع على صندوق الاقتراع تنتخب. لا، أنا واقع الحال منتهى هي بهذا الشكل، يعني هل يدعي أحد الديمقراطية اللبنانية سابقتنا بعشرين سنة، صار لها 80 سنة، هل أوصلت الشعب اللبناني إلى الجنة الموعودة؟ الحال كذلك بمناطق أخرى بما في ذلك فلسطين، ورغم يعني تعقيد الإشكال الفلسطيني إلا أن انتهينا بانقسام فلسطيني ضمن العملية الديمقراطية، وبالتالي نعم لدينا إشكال. هذا لا يعني أننا كشعوب لا نستحق الديمقراطية، القضية تحتاج منا إلى أمور عدة، منها نحتاج إلى عمليات تنمية سياسية. يعني لا نذهب إلى الديمقراطية بشكل مستعجل دون تنمية سياسية. كذلك الديمقراطية منتهى هي أقرب للدواء، الدواء لا يمكن لك أن تعطي أوفر دوز لأنه ضرره لربما يعني بضرر المرض ذاته. الديمقراطية كذلك، بس مع دولة مثل الكويت هلأ بتطورها التاريخي ومن ثم نحن مع دولة مثل الكويت الآن الناس تعودت تروح على صندوق يعني الاقتراع وتنتخب، وحتى أنه بسامحني بين قوسين يعني يقال بأنه الكويت تراجعت عما كانت عليه تاريخيا كعاصمة للثقافة، كعاصمة للتحرر، كعاصمة للرأي، بسبب وجود هذا البرلمان اللي هو إفراز المجتمع اللي بيروح على صندوق الاقتراع وبنتخب. شو الحل أمام الكويت؟ يعني الأمير بده يضل يحل البرلمان ونرجع ننتخب نفس الناس وتعطل الحياة بهذه الطريقة، ولا في تصور آخر يمكن الاتفاق عليه من قبل الكويتيين؟ تماما، هذا السؤال الهام. يعني بالفعل ماذا كان يتوقع النواب اللي بدأوا يرجعوا إلى عملية التجاوز والتعدي وغيره؟ هل أن يحل البرلمان مرة أخرى ثم بعد شهرين يعني تتم انتخابات؟ وإلى متى؟ يعني خارطة زرقاء تبني عليها بيتك ويهدم البيت، ما الفكرة من أن تبني البيت مرة ثانية على نفس الخارطة ويهدم وثالثة ورابعة؟ وبالتالي أتى الحل هذه المرة به رغبة بتغيير قواعد اللعبة السياسية، بالنظر في عملية تغيير وتعديل الدستور، لأن أحد مشاكلنا ولدينا من المشاكل الكثير الكثير، واحدة منها أن الدستور اللي خلق بالكويت لم يجرب في مكان آخر، الآباء المؤسسين قالوا جربوه لخمس سنوات بحد أقصى ثم عدلوه، رفع البعض من القيادات السياسية لأهداف قد تكون خافية أو غير خافية شعار إلا الدستور، حتى يحموا مصالحهم، حتى يحموا الكسب غير المشروع اللي اشتهر بعض النواب فيه، ثم تجمد الدستور. أساس الدستور منتهى أتى من مصر الاشتراكية، مصر عام 1900 وبداية الستينات 62، وبالتالي حتى الدستور المصري اللي أساسا أخذ منه الدستور الكويتي اللي هو الدستور 23 بل خلقت بعده دساتير. طيب، سبع دساتير خلقت صحيح، والآن صار في تعليق على بعض مواد الدستور على نفس الدستور. أيوة، وهذا النقاش الحقيقة في الكويت من سنوات طويلة. خلينا نسمع مع بعض كلمة الأمير اللي ربطت بين المؤامرات والفساد اللي أصاب عدد من المؤسسات، نتابعها مع بعض ونرجع نعلق عليها. إن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة، بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف، بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم. لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة، لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في أعناقنا.
المفروض أنه الديمقراطية بتعزز المدنية وحياة الفرد وبتحارب الفساد. في ناس بتسائل، لكن أن تكون الديمقراطية سبب في وجود الفساد، والأمير يعني ذكر قطاعات خطيرة جدا، قطاعات تهدد الدولة الكويتية، فشو أوجه الفساد المقصودة في هذا الخطاب؟ شو الإجراءات التي يمكن اتخاذها؟ أولا ما قاله سمو الأمير يعلم به كل الكويتيون، والإشكال بالكويت داخلي وخارجي. بالداخل لا يختلف اثنان على مقدار التخلف اللي تسببت به الأزمات اللي تلد أزمات والانسدادات السياسية وغيرها. أي مقارنة في كل المؤشرات الدولية بين الكويت وجاراتها الخليجيات على وجه الخصوص، يعني دائما نحن في آخر درجات الشفافية والتعليم والصحة والتنمية والسياحة وغيرها من أمور. كذلك تسبب هذا الأمر بتفشي الفساد لدرجة غير مقبولة، حتى أنه يعني أصبح لدينا رئيس وزراء ووزير دفاع وغيرهم من شخصيات يعني رفيعة المقام في السجون ومدانين، وبالتالي الفساد تفشى ضمن هذه اللعبة السياسية، ومن ثم أصبح لزاما علينا أن نقير قواعد اللعبة السياسية، وهذا ما هو مطلوب هذه المرة. هذه يعني المرة إلغاء البرلمان، إلغاء الديمقراطية بشكل حالي ممكن يكون واحد من الأشياء. البرلمان يعني هو الأكيد أنه اللعبة السياسية بشكلها السابق تسبب بتخلف الكويت، تسبب حتى بعلاقات متوترة للكويت مع محيطها أحيانا، تسبب كذلك بعلاقات غير سوية حتى مع المجتمع الدولي. يعني أصبحنا منتهى يزور القيادات والوزراء وغيرهم، يزور دول المنطقة ولا أحد حتى يمر أو يعبر للكويت. بالتالي هذا بالنسبة لنا إشكال كبير. تعلمي الكويت وتظل يعني وسط محيط متوتر، وبالتالي حان الوقت لأن يعاد النظر بالقواعد اللعبة السياسية بالدستور. يحتاج الأمر إما إلى تعليق بنود الدستور اللي فيها تدخل الجهة التشريعية في قرارات الدولة، رح تفيدنا بهذا السياق؟ طبعا لا، هي الحقيقة الدستور الكويتي من 183 مادة اللي علق ما يقارب الأربع أو خمس مواد فقط اللي هي متصلة بالحالة القائمة. يعني واحدة منها أنه والله مثلا أنه مثلا الحكومة يجب أن تشكل من بعض الأعضاء، وهذه للمعلومة أمر غير مسبوق وغير موجود بأي ديمقراطية أخرى، واستقل مؤخرا حتى كنوع من الضغط على الحكومة أننا لا نريد أن نشارك. وبالتالي الدستور يقول إذا ما في عضو من البرلمان بالوزارة تسقط الوزارة، وبالتالي هذه كانت أحد أشكال الضغط. من الأمور والمواد اللي علقت طبعا اللي تقول إن إذا حل البرلمان يجب أن تجرى الانتخابات خلال شهرين، وهكذا المواد فقط المتصلة بالحالة القائمة هي اللي علقت، وبقية المواد دون أن تعلق. وبالتالي الموضوع مش رح ينتهي عند هاي النقطة أستاذ سامي. أنا وياك بنعرف أنه تكرر حتى حواراتنا سواء على الشاشة أو خارج الشاشة حول المستقبل السياسي للكويت. شكرا جزيلا لك، وسنعود نلتقي بالتأكيد بإذن الله. طبعا شكرا. حلقتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل ماكرون يرهن مستقبل أوروبا بتطوير العلاقات مع الصين. جولة أوروبية من ثلاث محطات للرئيس الصيني شي جين بينغ، بدأها بفرنسا في الذكرى 60 للعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، ثم انتقل إلى صربيا في الذكرى 25 أيضا للقصف الأمريكي لمقر السفارة الصينية في العاصمة الصربية، واختتم الزيارة بالمجر أحد أهم الشركاء الأوروبيين للصين على المستوى الاقتصادي. الزيارة هذه هي الأولى أوروبيا للرئيس الصيني منذ 5 سنوات. تضمنت أجندة الزيارة عدد من الملفات والتي نناقش تفاصيلها بعد قليل مع حسين إسماعيل رئيس تحرير الصين اليوم الذي ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك معنا سيد حسين. أهلا وسهلا. الجولة جولة الرئيس الصيني الأوروبية، هل حققت أهدافها أو جزء من أهدافها في رأب الصدع بين الطرفين؟
أعتقد أننا نتحدث عن رأب الصدى. الحقيقة لم يكن هناك صدعا بين الصين وفرنسا أو الصين وصربيا أو الصين وهنغاريا. في تقديري أن الجولة حققت الهدف الذي أراده الرئيس الصيني، وهو ترطيب العلاقات مع بعض الأطراف الأوروبية التي ترى في الصين طرفا لديها مشاكل معه، ولكن في نفس الوقت هو حل في محطته الأولى على فرنسا، الدولة التي تقيم علاقات جيدة، يمكن أن أقول جيدة للغاية، مع الصين. فرنسا هي أكبر دولة أوروبية لها استثمارات في الصين. هناك توافق في العديد من الملفات بين الصين وفرنسا، وإذا لاحظنا البيان المشترك أو البيانات الثلاثة المشتركة التي صدرت عن الجانبين، سنرى أن هناك توافقا كبيرا. أنا معك، ولكن عندما نتحدث عن رأب الصدع نعرف أن العلاقة الصينية مع أوروبا الغربية فاترة أفتر منها مع أوروبا الشرقية والوسطى، لذلك كان السؤال إذا كان من الممكن مثل هذا النوع من الزيارات أن يفتح أبواب أخرى للرئيس الصيني، أو يفتح للصين كدولة أن تكون موجودة في أوروبا الغربية. لا، في الحق الصين موجودة في أوروبا الغربية بقوة. الصين موجودة بسياراتها الكهربائية، بمنتجاتها التقنية، بسائحيها، بالشركات الأوروبية، حتى الشركات الألمانية التي يعني الحكومة الألمانية لديها بعض التحفظات أو الملاحظات على الأداء الصيني في بعض الملفات، ولكن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة مستثمرة في الصين. الشركات الألمانية في دراسة أجريت قبل شهرين تقريبا التي تستثمر في الصين، 90% من هذه الشركات أعربت عن رغبتها في مواصلة الاستثمار في الصين. الحقيقة أن ما يجمع بين الصين وأوروبا هو مصالح اقتصادية في المقام الأول. صحيح. وليست هناك خلافات يمكن أن نسميها استراتيجية. طيب. أو جيو استراتيجية. طيب خليني أتوقف عند هذه النقطة وأشوف تعليقك. الولايات المتحدة، إذا أنت بتشوف أنه ما في خلافات أبدا، ليش قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحدث عن ضرورة تصفية الخلافات بين الصين وأوروبا في الوقت الحالي؟ خلينا نشوف مع بعض وبترجع تعلق عليه. من الواضح جدا أن الوضع الدولي يتطلب هذا الحوار الأوروبي الصيني أكثر من أي وقت مضى، فنحن نمر بنقطة تحول في تاريخنا تتطلب منا مواجهة الصعوبات الهيكلية والتغلب عليها. إذن هناك صعوبات هيكلية بين البلدين، أو بين الاتحاد الأوروبي ككتلة أو أوروبا ككتلة وبين الصين، كيف ممكن التغلب عليها أو شو رأيك فيها في مقاله الرئيس ماكرون؟ بداية أنا لم أقل أنها ليست هناك خلافات تماما، هناك خلافات ولكنها ليست خلافات استراتيجية، هي خلافات تتعلق مثلا بالموقف الأوروبي من أن الصين، الحكومة الصينية تدعم شركات إنتاج السيارات الكهربائية التي تنافس الشركات الأوروبية. هناك موقف أيضا من أن الصين تدعم أو تغرق وفق النظر وجهة النظر الأوروبية، تغرق الأسواق الأوروبية بمنتجات صينية تقلل من فرص المنتجات الأوروبية. هناك بالطبع الموقف الصيني من الحرب الروسية الأوكرانية. صحيح. الغرب عموما والأوروبا ربما ترى أن الصين تنحاز إلى روسيا، وهذا ما نفاه الرئيس الصيني، وقال إن الصين ليست طرفا في هذا الصراع، وإنما يمكن أن تلعب دورا في تهدئة الأوضاع. بالعكس، رئيسة المفوضية الأوروبية أثنت على دور الرئيس الصيني في ما وصفته بأنه إثناء أو منع روسيا من التهور النووي، وأعربت أيضا عن رغبتها في أن يقوم الرئيس الصيني بالمزيد من هذا الدور. أيضا هناك مشكلة أخرى، وهي أن هناك اتهامات أوروبية للصين بأنها تصدر منتجات ذات استخدام مزدوج إلى روسيا، بمعنى أن هذه المنتجات يمكن أن تستخدم مدنيا وعسكريا. الصين لها رد بأن هذه المنتجات تأتي في إطار علاقات اقتصادية وشركات بين شركات صينية. صحيح، ويبدو أن الصين حريصة جدا على العلاقات بين الطرفين، والرئيس الصيني كمان تحدث عن علاقة بلاده بأوروبا. خليك معنا وشوف هذا التصريح ونرجع مع بعض لنناقش ما قاله الرئيس الصيني. الصين تنظر دائما إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من منظور استراتيجي وطويل الأجل، وتعتبر أوروبا بعدا مهما في دبلوماسيتها كدولة كبرى ذات خصائص صينية وشريكا مهما في طريقها نحو الحداثة. العلاقات بين فرنسا والصين والاتحاد الأوروبي سوف تعزز بعضها بعضا وتزدهر معا.
أستاذ حسين، الطرفين عندهم نفس الرغبة وهي حل الخلافات، لكن كيف بتختلف وجهة نظر الصينية في رغبتها في حل الخلافات مع أوروبا عن وجهة النظر الأوروبية أو المحاولات الأوروبية حتى نوصل لنفس النتيجة؟ السياسة الصينية تجاه الاتحاد الأوروبي هي سياسة التعامل مع الدول الأوروبية منفردة. الصين دولة براغماتية للغاية، تتعامل مع الدول الأوروبية كدول منفردة ولا تتعامل مع الاتحاد الأوروبي ككتلة. وأيضا الصين تدرك أن هناك في داخل الاتحاد الأوروبي هناك خلافات، والصين تدرك أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية لا يريد أن ينساق في إطار السياسة الأمريكية، وبالتالي الصين ترى أنه يمكن البناء على علاقات اقتصادية وتنسيق بين الصين وأوروبا في العديد من الملفات، منها على سبيل المثال ملف الشرق الأوسط. هذا يختلف تماما عن العلاقة بين بكين وواشنطن. العلاقة بين بكين وواشنطن فيها مشكلة استراتيجية جيوستراتيجية مهمة اسمها تايوان. الولايات المتحدة الأمريكية عندها التزام بالدفاع عن تايوان. هذه مسألة تتعلق بوحدة الأراضي الصينية، هذا الأمر ليس موجودا في الاتحاد الأوروبي. الصين لديها استعداد بأن تتعامل وتتعاطى وتساوم على كل شيء باستثناء مسألة وحدة أراضيها. هنا الفرق ما بين علاقة الصين مع بروكسل ومع العواصم الأوروبية وعلاقة بكين مع واشنطن. في ناس بتتحدث عن أنه أو كثير من النقاش الآن بدور لما نحكي عن الصين وأوروبا، عن الصين وروسيا، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بتحدثوا أنه العالم ممكن أنه يعود لتعددية القطبية اللي كانت قبل سقوط الاتحاد السوفيتي بال91. هل بتشوف أنه هذا قابل للنقاش الآن، في حديث عنه أو في تصور أنه ممكن يحصل؟ هذا ما تسعى إليه الصين بقوة، ويساعدها في ذلك أطراف دولية مؤثرة وقوية. الصين الآن بتنسيقها مع روسيا، الصين الآن والحديث عن ما يسمى بالجنوب العالمي، الصين تعمل في إطارات مختلفة، مجموعة بريكس، مجموعة شانغهاي للتعاون، العديد من الأطر الإقليمية والدولية تعمل فيها الصين للوصول إلى هذه الغاية، لأن هذا أيضا هدف استراتيجي تسعى إليه الصين. وأعتقد شخصيا أنه خلال سنوات ليس بعيدة سوف يكون هناك نوع من التوازن في القوة، لأننا إذا لاحظنا مستوى أو معدل سرعة النمو الصيني على كافة الأصعدة عسكريا، الصين الآن وكما لاحظنا في السنوات الخمس الأخيرة باتت لاعبا في بعض القضايا التي لم نكن نتخيل أن تلعب فيها الصين. صحيح. الصين استطاعت أن تجمع، هي بتمشي بسرعة الصاروخ. الصين استطاعت أن تجمع السعودية وإيران البعض بيعتقد أنه ما شاء ليس فقط على مستوى التكنولوجيا عن سيرها بهذا الاتجاه. أستاذ حسين، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. شكرا. بمناسبة الزيارة الصينية لأوروبا، اخترنا لكم في حلقة اليوم كتاب جديد للي بيحب يطلع أكثر على الموضوع، صدر في مطلع هذا العام بعنوان التعاون الرابط بين الصين وأوروبا. هذا الكتاب هو دراسة منهجية بتضم مناقشات لعدد من العلماء من الصين وأوروبا الوسطى والشرقية حول أصل ونموذج التواصل بين الصين وأوروبا. دكتورة إيفونا،
لاتي فاتسا نائب مدير معهد السياسة والاقتصاد الدولي، كانت واحدة من الباحثين المشاركين في هذا الكتاب. نرحب بها معنا، وقبل أن نناقش الكتاب معا خلينا نستعرض معك نبذة عن هذا الكتاب. ساهمت في الكتاب بموضوع عن الترابط بين الصين وأوروبا خلال فترة الوباء كوفيد 19. برأيك ما هي أهم ما كشفته تلك الفترة عن العلاقات بين الصين وأوروبا؟ في عام 2023 أعلنت الصين أنها ستسعى لاستعادة مستويات التعاون مع أوروبا إلى ما قبل الوباء في أقرب وقت ممكن. سنسألك عن إن كنت تعتقدي أن السير في هذا الاتجاه قد انطلق بالفعل مع الجولة الأوروبية الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ. وهناك من يعتقد أيضا أن علاقات الصين مع أوروبا الغربية تتأثر بطبيعة العلاقات التنافسية بين بكين وواشنطن بعكس العلاقات مع وسط وشرق أوروبا التي هي أكثر انسجاما وأكثر تفاهما، كما أشرنا في مقابلتنا مع السيد حسين قبل قرن. أدعوك لمتابعة تصريح للرئيس الصيني عن علاقة الصين بصربيا، ثم أعود لنعلق معك وأنت صربية الأصل. لقد سمدت الصداقة القوية بين الصين وصربيا أمام اختبار المشهد الدولي المتغير، وأصبحت نموذجا لعلاقات الصين الودية مع الدول الأوروبية الأخرى. وخلال الزيارة إلى هنا سنوقع على البيان المشترك بشأن تعميق ورفع مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وبناء مجتمع صيني صربي بمستقبل مشترك في العصر الجديد من أجل فتح فصل تاريخي جديد في العلاقات الثنائية. دكتورة، ما السر في هذه العلاقة المتميزة بين الصين وصربيا؟ أولا وقبل كل شيء أود أن أشكركم على دعوة الانضمام إليكم في هذه الأمسية، وهذه فرصة مناسبة لدعوتي للتحدث بعد يومين من زيارة الرئيس شي جين بينغ لصربيا التي كانت الزيارة الثانية على مر 8 سنوات. هذه ليست مسألة تحدث باستمرار على مستوى تلك الزيارات، وأننا فخورون بأن الرئيس شي جين بينغ قد جاء إلى هنا بعد 8 سنوات، حيث كان لزيارته أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة وتعزيز مستويات التعاون لرسم مستقبل مشترك. السر بأن هناك فعلا ثمة سر في طبيعة العلاقة، ألا وهي بأن علاقتنا مبنية على التساوي وعلى الاحترام المشترك لكل من البلدين، وهي مسألة جيدة أن يكون لديك صديق. وصربيا دائما ما تسعى لتحقيق علاقاتها وتعزيزها مع الصين، لأن معظم العلاقات الأخرى مبنية على المصلحة. لكن كنا قد شهدنا كيف دعمت الصين مسألة استقلالنا الإقليمي، وكمان هذا لم يكون يعني فعل من قبل الصين بدون نتيجة أو بدون رغبة أو بدون مصلحة. ما في علاقة بين الدول لا تقوم على المصالح في نهاية الأمر. خلينا نحكي عن الحزام والطريق اللي كانت جزء مهم ورد في هذا الكتاب الذي يشير إلى العلاقة ما بين أوروبا والصين اللي إحنا بنناقشه اليوم. الصين لديها مبادرة الحزام والطريق بشارك فيها عدد من الدول الأوروبية، ومنصة 17+1 أيضا تضم دول وسط وشرق أوروبا. ما الذي ينقص الصين في هذا الإطار في التعاون مع أوروبا؟ أود أن أقول مسألة، أنه قبل 10 سنوات كانت هذه العلاقة قد بدأت، ولم يكن للمرء أن يتخيل إلى أي حد قد تصل مستويات التعاون. والآن نتحدث عن هذا التعاون بين دول أوروبا،
الوسطى والشرقية، وهناك أكثر من 30 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بعض المنظمات الدولية التي تبرم تعاونا. أنت محقة بأنه لا توجد مجالات تعاون تأتي مجانية دون مصالح البتة، لكن هذه المبادرة، مبادرة الحزام والطريق، أستطيع أن أتحدث هنا فقط عن صربيا وأنها أن التعاون قد بدأ في العام 2013، وبعدها كان هناك تأثيرات قد برزت على المشهد السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية، وكانوا قد رأوا بأن هناك لزاما لتعزيز الخطوات لدفع عجلة الاقتصاد، لكن مجموعة كبيرة من هذه الدول الشرقية لم تكن آنذاك تحمل عضوية دول الاتحاد الأوروبي، وبعدها تمت مجابهة مشاكل أخرى حول كيفية التعامل مع الأسعار التي كانت في حالة ارتفاع في أعقاب العام 2010. شكرا جزيلا لك دكتورة إيفونا لاديفانس على المشاركة معنا، ألف شكر. وما زلنا في البعد الآخر مستمرين معكم، بعد الفاصل رح يكون عندنا حرب التصريحات بين بايدن وترامب اللي اشتعلت قبل نحو 6 أشهر من الانتخابات الأمريكية. وملف مهم أيضا في البعد الآخر لهذا اليوم، وهو واحدة من أكثر الانتخابات الأمريكية أهمية، وربما هذه الانتخابات هي الأصعب في التنبؤ بنتيجتها. يزيد من سخونة إجراء هذه الانتخابات مشهد سياسي غير مستقر عالميا، مثار فيها حرب التصريحات التي تشتعل بين الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب ضمن سباقهما الانتخابي نحو البيت الأبيض، والذي سيستمر حتى نوفمبر القادم وهو موعد إجراء الانتخابات. حتى نناقش تأثير هذه التصريحات على الناخبين ومحاولة فهم كيفية إدارة الحملات الانتخابية، ضيفنا اليوم السياسي والخبير الاستراتيجي في الحزب الجمهوري روبرت أرليت، أحد المسؤولين عن حملة ترامب في عامي 2016 و2020. أهلا بك معنا سيد روبرت. من دواعي سروري. تصريحات قوية جدا، تصريحات فيها تشكيك، فيها إهانة، فيها تخوين. هل تعتقد أنه هذه التصريحات تجاوزت حدودها في الانتخابات الأمريكية؟ يسعدني أن أكون ضيفا على برنامجكم، وهذه فرصة لأشاطر بعض الآراء مع الجمهور. هذا سؤال جيد. أود أن أقول أن المعركة الانتخابية لا تزال مستعرة، وقد كنا لا نرى هذه الأمور قبل 8 سنوات أو قبل 10 سنوات، وكنا نعتبرها غير مقبولة. حقيقة الأمر هي أن الشعب الأمريكي لم يعد يثق بالحكومة ولم يعد يثق بهذه الحملات الانتخابية، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لانتخابات عام 2024. وأقول هذا بثقة لأنه قبل 3 سنوات ونصف في العام 2022 كان هناك لابتوب الخاص بهانتر بايدن، وتحدثت عنه وسائل الإعلام بصورة واسعة، وكذلك بعض الخبراء الذين قالوا أن هذا اللابتوب لم يكن موجودا بل كانت حملة تضليل روسية، لكن هذه كذبة لأن اللابتوب كان موجودا. إذن الشعب الأمريكي قد سئم من حالة انعدام الثقة بالوسائل الإعلامية، وهناك مجموعة كبيرة من التكتيكات الخفية وحالة من عدم الرضا من جانب الشعب الأمريكي مع توجهنا للانتخابات في العام الحالي، وقد يكون هذا هو حديث الساعة في الشعب بين الشعب الأمريكي، ما هي الأمور التي يمكنك أن تثق بها؟ صحيح، ويمكن الناس كثير سمعت هذه التصريحات يعني الصعبة بين بايدن وترامب، ولكن ما في مانع أنه نكررها معا ونعلق عليها في هذا اللقاء. البلد يحترق، هناك احتجاجات في كل مكان، لم يسبق لي أن رأيت أي شيء مثل هذا. لقد تم إلغاء العديد من حفلات التخرج كجامعة كولومبيا، ولدينا رئيس يرفض التحدث لأنه لا يستطيع التحدث.
حملة دونالد ترامب تدور حوله، ليست أمريكا وليس أنت. حملة دونالد ترامب مهووسة بالماضي وليس بالمستقبل. إنه على استعداد للتضحية بديمقراطيتنا من أجل وضع نفسه في السلطة. طيب، السؤال الأبرز، ما هو تأثير هذه التصريحات الهجومية من الطرفين على الناخبين؟ هل ممكن نتساهم أنهم يغيروا رأيهم أو أن تعزز وجهة نظر تجاه مرشح على حساب الآخر؟ Absolutely. بكل تأكيد أقول أن كل من المرشحين سوف يفعلان كل ما بوسعهما من أجل خلق حالة الانتباه والجذب لدى الناخبين، والناخب الأمريكي الذي يبقى عليه أن يقرر ما هو حقيقي وما هو زائف. وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للناخبين، إذ أنه يتعين عليهم أن يقرر ما هو الحقيقي وما هو غير الحقيقي. ولهذا كنا نرى عبر وسائل إعلام متعددة كثيرة، حتى منها المحطات الإعلامية الكبرى التي تتحدث عن مسألة ضرورة البحث والسعي لإيجاد الحقيقة، وكذلك محاولة إيجاد مصادر بديلة لمعرفة الحقائق الأصلية. كما قلت لكم، كان لدينا أدلة كثيرة بشأن وجود اللابتوب، لكن وسائل الإعلام الكبرى كانت تكذب على الشعب الأمريكي، وكانوا يتحدثون عن التباطؤ الروسي. وبعد 7 سنوات تحدثوا أيضا عن مسألة تورط الرئيس ترامب بهذه المسألة، ولكن هذا كان أمرا زائفا وكان بعيدا كل البعد عن الحقيقة. وبالنسبة لسؤالك، نعم نعلم أن هذه التأثيرات قد تؤثر على الناخبين، وهذا ما شاهدناه في العام 2020. وأنا كأمريكي لابد لي أن أركز على حقيقة الواقع وعلى الوقائع. وهنا ألفت انتباهكم إلى حملة ترامب التي سوف تركز في المقام الأول على السياسات التي قدمها بايدن، وأدت إلى فشل ذريع في الشعب الأمريكي. لكن البعض يعتقد بأنه هذا ما سيقوم به الرئيس ترامب هو نوع من أنواع المزايدات السياسية التي انتشرت، المغالطات الخطابية والتدليل الإعلامي والتضليل الإعلامي والمزايدات السياسية في حرب الدعاية الانتخابية. بس ما بتتصور أنه هذا صار يشكل صورة سلبية عن الديمقراطية الأمريكية؟ أقول نعم وكلا. فنحن كما تعلمون أن الديمقراطية هي ليست مبتغا سهلا، وليست هي عملية قد تكون آلية، لأن هذا هو الفرق بين الحكومات الديمقراطية وغيرها على المقلب الآخر. لأننا نحن الشعوب الذين نعتبر الحكومات مسؤولة، خلافا للشعوب الأخرى التي يجب عليها أن تقوم بمحاسبة الشعب. بل لكن هنا العكس هو صحيح، نحن الشعب الذين لدينا الصلاحية ولدينا السلطات، وعلينا أن نحاسب الحكومة عن أفعالها. وهذا يذكرنا بما هو قادم في العام 2024، الناس سوف يحاربون من انطلاقا من محاججات تعتمد على الواقع من الزيف. وأعتقد أنه في نفس الوقت هذه المهمة لن تكون يسيرة بسبب مسألة حرية التعبير التي تأتي معها مسؤولية أدبية من قبل وسائل الإعلام. عشان نعرف أيضا عن طبيعة التصريحات بين الطرفين مع بعض، خلينا نشوف مع بعض أيضا هذا الكليب للتصريحات، ثم سأعود للمناقشة. إنه يصف معارضيه بالحشرات ويتحدث عن تسميم دماء أمريكا، مرددا نفس اللغة المستخدمة في ألمانيا النازية، وهو ينشر بكل فخر على وسائل التواصل الاجتماعي الكلمات التي تصف حملته لعام 2024 مثل الانتقام والسلطة والديكتاتورية. ليس هناك أي لبس حول حقيقة ترامب.
أنا في المركز الأول، كل هذا يأتي من البيت الأبيض ومن جو بايدن المحتال الذي يهاجم خصمه السياسي. ما يحدث الآن غير مسبوق بالنسبة إلينا، هذا أمر وارد في دول العالم الثالث، إنه عار، والمحاكمة غير عادلة على الإطلاق، والخبر السار هو أنهم ليس لديهم أي شيء. سيد أرلت، بايدن يتحدث عن ألمانيا النازية، ترامب يتحدث عن الجستابو اللي كان في الرايخ الثالث في ألمانيا أيضا، شو حكاية ألمانيا مع الناخبين البريطانيين؟ شو حكاية الحديث عن النازية الآن؟ هل له أي علاقة بما يحدث على مستوى العالم من تغيرات من اتجاهات مختلفة؟ أعتقد أن السياسة الدولية كانت جزءا لا يتجزأ من هذه الحملات الانتخابية لمدة 10 سنوات خلت، وكذلك أيضا حتى الرئيس الذي تولى إدارة حملة ترامب في السنوات الماضية كان قد أكد على مسألة ضرورة توجه الناس إلى معرفة الحقائق من التزييف. بالنسبة لي قد لا يكون هذا التشبيه مناسبا، وفي نفس الوقت الرئيس ترامب سوف يركز على الشعب الأمريكي من خلال إظهار نقاط العيب والضعف في سياسة بايدن. إذا ما تحدثنا عن سياسة رأي أحد المرشحين، فلابد لنا أن نقول بأننا نعتقد أن الشعب قد فقد ثقته بالرئيس بايدن، لأنه في ظل عهدة ترامب كان الاقتصاد أفضل، الشعب كان لديه أموالا أكثر، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط كانت تنعم بالسلام بين عهدة ترامب، وبايدن يقوم بعدم المصادقة على تلك الحقائق التي يدعي بها ترامب. لكن مرة أخرى لابد لنا أن ننظر إلى الواقع في تلك الظروف، فالعالم كان أكثر أمنا عندما كان ترامب في سدة السلطة بالمقابل أيضا من ضمن الحملات الانتخابية وشعارات الطرفين وتصريحات الطرفين ما يتعلق بموضوع الصحة، الصحة العقلية، الصحة البدنية، مع أنه يعني الرئيسين بايدن وترامب بينهم 3 سنوات في العمر. هل هذا يعني هل موضوع السن سبب للجوئهما لهذا الأسلوب الهجومي حتى نبعد الصورة الذهنية للشيخوخة عن الناخبين؟ هذا سؤال جيد. نعم، أعتقد أنها كلها هذه السياسات ترمي لتبديد الانتباه. عليك أن تراقب الرئيس بايدن وأن تري مدى قدراته العقلية والبدنية، يمكنك أن تري ذلك بأم عينك. وأعلم أنا كأمريكي وكذلك بصفتي من دلوير بأن الرئيس بايدن عليه أن لا يسعى لفترة انتخاب إلى فترة رئاسية جديدة، ومعظم الديمقراطيين يؤمنون بنفس الطريقة. إذا ما نظرت إلى ترامب فهو ما زال يتمتع بقدرة بدنية كبيرة وحتى حضور عال. البعض يتحدث عن عدم لياقته، لكن هذه مجرد اتهامات باطلة. هو قوي وواضح. سيد روبرت أرلت، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا، وبالتأكيد طبعا الانتخابات الأمريكية سيكون لها حصة كبيرة في البعد الآخر في الأشهر القادمة. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر، تحية لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.